أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل من تشاد أيضا يسأل ويقول: ما حكم الزنا بامرأة مشركة، وهل حكمها كالمسلمة أم بينهما فرق؟ الحمد لله، الزنا محرم بغض النظر عن دين من زنيت بها ومسلمة كانت أو كافرة، فالأدلة التي حرمت الزنا حرمته بإطلاق، والمفاسد المترتبة على الزنا هي مشتركة بين كون المزنية مسلمة كانت أو كافرة، فمفاسد الزنا لا تختلف باختلاف عقيدة المزني بها، فالزنا كله مضار ومفاسد وكله آثار قبيحة بغض النظر عن دين المزني بها أمسلمة كانت أم كافرة. فالله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا وأطلق، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه. وقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقول الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. والأدلة في ذلك كثيرة، وقد انعقد إجماع المسلمين على حرمة الزنا بغض النظر عن دين المزني بها مسلمة كانت أو كافرة، فالزنا محرم بإطلاق. نسأل الله أن يعصمنا والمسلمين من هذه الفاحشة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل من تشاد يسأل ويقول: ما الفرق بين الحديث القدسي والأحاديث الأخرى؟ وكذلك ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن وفقكم الله؟ الحمد لله، لقد أجبنا عن ذلك في فتاوى متعددة، ولعل السائل يراجعها. فالقرآن هو ذلك اللفظ الذي تعبدنا الله عز وجل بتلاوته، وهو ما بين دفتي المصحف المفتتح بالفاتحة والمختوم بالناس، والذي لا تصح الصلاة إلا بقراءته. وأما الحديث القدسي فهو ذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا، كحديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وحديث: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وغير ذلك من الأحاديث. ولكن أجمع العلماء فيما نعلم على أن التعبير بالمعنى عن الحديث القدسي أمر جائز لا بأس به، وكذلك قراءته في الصلاة أمر لا يجوز، فلا تبرأ الذمة بقراءة شيء من الأحاديث القدسية في الصلاة، فلسنا متعبدين بألفاظه حتى نقرأها في الصلاة. وليس كل من قرأ حديثا قدسيا كتب له بكل حرف منه حسنة، وإنما ذلك من خصائص كتاب الله عز وجل أي القرآن. وأما بقية الأحاديث فهي الأحاديث التي يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يوافق لفظ الوحي تارة أو يوافق معناه تارة أخرى. فإذا عندنا هذه الأمور الثلاثة، لا بد أن نعرف الفرقان بينها، وأشد شيء في وجوب معرفة الفرقان فيه هو الحديث القدسي والقرآن. فالقرآن يتعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي، والقرآن يشترط قراءته في الصلاة بخلاف الحديث القدسي، والقرآن لا يجوز التعبير عن آياته وألفاظه بالمعنى بخلاف الحديث القدسي، والقرآن كله متواتر مقطوع بصحته. وأما الأحاديث القدسية فمنها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الموضوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذه سائلة من دولة الكاميرون تسأل وتقول: يا فضيلة الشيخ، كيف أرقي نفسي بالرقية الشرعية؟ الحمد لله، تقرأين على نفسك الآيات التي تعرفينها كالفاتحة وأوائل سورة البقرة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذتين وقل هو الله أحد، والآيات التي فيها حسد اليهود لأهل الدين كقول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكقوله عز وجل: حسدا من عند أنفسهم، وكقوله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكقول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. مع التعويذات الشرعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل شر أو عين حاسد الله يشفيك. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وغير ذلك من التعاويذ الشرعية والأدعية المباحة. وبين ثنايا الآيات تجمعين كفيك وتنفثين فيهما ثم تمسحين بهما رأسك ووجهك وصدرك وما استقبل من جسدك. هكذا صفة الرقي على النفس. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ليلة إذا أوى إلى فراشه يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ثم يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما رأسه ووجهه وما استطاع واستقبل من جسده. يفعل ذلك 3 مرات. هكذا الرقية الشرعية على النفس. أو تقرأين الآيات التي ذكرتها وما تيسر من كتاب الله ثم تنفثين في زيت وتدهنين به، أو تنفثين بعد ذلك في ماء وتغتسلين منه به وتشربين شيئا منه. كل ذلك سائغ جائز إن شاء الله. أسأل الله أن يعجل بشفائك وعافيتك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل من تشاد يسأل ويقول ما حكم المجاز في القرآن الكريم وهل هو موجود؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، هذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأنا سأختصر المسألة على السائل فأقول له اعلم رحمك الله تعالى أن المجاز موجود في القرآن إلا فيما كان من قبيل الغيبيات، فلا يجوز القول بدخول المجاز فيه، وذلك لأن القرآن نزل بلغة العرب لفظا ومعنا وأسلوبا واستعمالا، ومن جملة ما كان العرب يستعملونه في دارج كلامهم ولسانهم المجاز، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له حقيقة، فلا بأس بالقول بدخول المجاز في القرآن والسنة في غير ما كان من قبيل الغيبيات. وبناء على ذلك فالأصل في نصوص الصفات حملها على الحقيقة، ولا يجوز القول بدخول المجاز فيها. والأصل في نصوص حقائق اليوم الآخر من عذاب القبر ونعيمه وسؤاله والبعث والجزاء والحساب وتطاير الصحف ونصب الموازين والصراط والحوض والجنة ونعيمها والنار وجحيمها، كل ذلك من الغيبيات التي لا يجوز القول بدخول المجاز فيها مطلقا. فما عدا باب الغيبيات فسواء قلنا بأن المجاز يدخل فيه أو لا يدخل، الأمر فيه سهل إن شاء الله، لكن يكون الأمر عسيرا إذا قلنا بأن المجاز يدخل في الغيبيات. فإذا قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك لا يجوز القول بدخول المجاز فيه لأنه غيبي، بل يداه مبسوطتان، لا يجوز القول بدخول المجاز فيه لأنه من الغيبيات، وهكذا سائر الغيبيات. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، لا يجوز القول بدخول المجاز فيها لأنها غيبية، وهكذا في سائر نصوص الغيب. فنصوص الغيب يجب حملها على الحقيقة. وإذا كان السائل يريد توضيحا أكثر فأقول وبالله التوفيق، اعلم رحمك الله تعالى أن الانتقال من الحقيقة إلى المجاز مشروطة بمعرفة الحقيقة كيفية أصلا. فإذا قلت لك دخلت المسجد فرأيت أسدا يخطب، فأنت لا يمكن لعقلك أن يحمل الأسد على الحيوان المفترس. لماذا؟ لأن حقيقة الحيوان المفترس وكيفيته أنت تعرفها، فلما كنت تعرف الحقيقة وكيفيتها أبى عقلك أن يحمل الكلام في هذا المثال على الحقيقة، وإنما يحمله على مجازه وهو الخطيب الشجاع مثلا.
ولكن إذا قلت لك ويبقى وجه ربك، لما تقول لا يراد به الوجه حقيقة؟ هل أنت تعرف وجه الله حقيقة؟ الجواب لا. فإذا لا يجوز القول بدخول المجاز في الغيبيات، لأن الغيبيات لا تعلم حقيقتها ولا يدرى عن كيفيتها أصالة. فكيف ننتقل من حقيقة نحن لا نعرفها وعقولنا لم تطلع عليها إلى المجاز؟ فإذا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، لا يجوز لأحدنا أن يقول لا يراد به اليد حقيقة وإنما يراد بها النعمة والقدرة، لأننا نقول كيف تفر من حقيقة أنت لا تعرفها؟ فإن يد الله وكيفية يد الله أنت لا تعرفها، فكيف تقول لا يراد بها اليد حقيقة؟ أي حقيقة تفر منها أنت؟ وبناء على ذلك قلنا بأنه لا مجاز في الغيبيات لفوات شرط الانتقال من الحقيقة إلى المجاز، وهو معرفة كيفية الحقيقة. ففي الغيبيات نحن لا نعرف كيفية الحقائق، ولا تدري عقولنا عن هذه الكيفيات، وعقولنا لم تطلع عليها، ولذلك باب الغيب لا مجاز فيه لعدم إدراك العقل لحقيقته، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل من تشاد أيضا يسأل ويقول ما هي واجبات الغسل؟ الحمد لله، الغسل له صفتان، صفة واجبة مجزئة وصفة مندوبة مستحبة، يسميها العلماء بصفة المجزئة وصفة الكاملة. أما الصفة المجزئة فهي مشتملة على ركنين فقط، النية وتعميم البدن بالماء، فمن نوى بقلبه رفع الحدث الأكبر وعمم بدنه بالماء فإنه قد ارتفع حدثه، وعلى ذلك قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك، قاله في حق الرجل الذي رآه معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فقال أين الرجل؟ قال أنا يا رسول الله، قال خذ هذا فأفرغه عليك. هذه هي الصفة المجزئة، أن ينوي ويعمم بدنه بالماء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فالصفة المجزئة هي أن ينوي رفع الحدث ويعمم بدنه بالماء. فإن قلت وهل تجب المضمضة والاستنشاق في الصفة المجزئة؟ فأقول في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عدم وجوبها لعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ذلك الرجل الذي قال له خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يقل وتمضمض واستنشق، ولم يأمر بها أم سلمة لما قالت إني امرأة أشد ظفر رأسي، وإنما قال لها يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء وتطهرين، ولم يأمر بالمضمضة والاستنشاق. فلو كانت واجبة في الصفة المجزئة لأمرهم بها، فلما لم يأمرهم دل على عدم وجوبها، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل من الجزائر يسأل ويقول شيخنا لو توضح لنا بعض الأدلة على القاعدة التي تقول أن العبادة الصغرى تدخل تحت العبادة الكبرى. الحمد لله، نعم هذه قاعدة صحيحة وقد دلت عليها أدلة كثيرة، ونصها يقول إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى، كما قال الناظم وإن تكن عبادتين صغرى وثاني العبادتين كبرى في الوقت من جنس هديت أدخلي صغراهما إن شئت أو فلتفصلي. وأضرب لك أمثلة كثيرة ولعلها لا تنقص عن ثلاثة أمثلة. المثال الأول، لو اجتمع عليك في يوم الجمعة غسل جنابة وغسل جمعة، فإن غسل الجنابة عبادة وغسل الجمعة عبادة، فهما عبادتان من جنس واحد، أي غسل وغسل، وإحداهما كبرى والثانية صغرى، فغسل الجنابة أكبر من غسل الجمعة، لأن غسل الجنابة واجب وغسل الجمعة مندوب في الأصح. فهنا بغسل واحد تؤجر بالأجرين جميعا، فإذا اغتسلت بالنيتين فإن الله عز وجل يأجرك على أنك اغتسلت للجنابة ويأجرك على أنك اغتسلت للجمعة، مع أنك لم تغتسل إلا غسلا واحدا، ولكن من فضل الله عز وجل دخلت الصغرى في الكبرى فتؤجر بأجرين بفعل واحد.
ومثال آخر، لو أنك وفقك الله دخلت للمسجد بعد أن توضأت، فيكون قد اجتمع في حقك عبادتان. الأولى سنة الطهارة، سنة الوضوء، فإنه يشرع للإنسان متى ما تطهر أن يصلي ركعتين، لما في الصحيحين من حديث بلال رضي الله عنه، واجتمع في حقك ركعتا تحية المسجد، أليس كذلك؟ فبركعتين يكتب لك أجران، بركعتين يكتب لك أجران. فإذا صليت الركعتين بنية تحية المسجد ونية الطهارة أو نية سنة الطهارة، فإنك تؤجر بالأجرين بفعل واحد، لأنه عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد. ومثال ثالث، وهي أنك لو اجتمع في آخر الحج عليك طواف إفاضة وطواف وداع، فهل لا بد أن تطوف طوافين أم يكفيك عن أمرين طواف واحد؟ الجواب بل يكفيك عن الطوافين طواف واحد، فتطوف سبعة أشواط بنية أنه للإفاضة، ويدخل معه طواف الوداع تبعا، لأن هذا طواف وهذا طواف، فاجتمعت عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد. ولعلك فهمت، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل من شاد يسأل ويقول: ما الفرق بين الحيض والاستحاضة والنفاس؟ الحمد لله رب العالمين. أما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في أوقات معلومة، وخروجه ليس على وجه المرض، فالمرأة من طبيعتها أن تحيض، بل إذا انقطع حيضها فإنها تذهب للطبيب تبحث عن السبب. فعرف العلماء الحيض بأنه دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في أوقات معلومة. وأما النفاس فهو دم ترخيه الرحم بعد خروج الولد منه، ويكون في أيام معلومة تقدر بالأربعين في أكثر ما ورد، كما في حديث أم سلمة: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. وأما بالنسبة لأحكام الحيض والنفاس، فاعلم وفقك الله أن كل حكم ثبت في الحيض فإنه يثبت في النفاس تبعا، إلا بدليل الاختصاص. فأحكام النفاس كأحكام الحيض تماما، فإذا دم النفاس كدم الحيض باعتبار اقترانهما في الحكم الشرعي، فدم الحيض يحرم الصلاة وكذلك دم النفاس، ودم الحيض يحرم الطلاق وكذلك النفاس، ودم الحيض يحرم الوطأ وكذلك النفاس، ودم الحيض يحرم المكث في المسجد وكذلك النفاس. فكل حكم تحكم به على دم الحيض فإنك تحكم به على دم النفاس مباشرة بلا فصل. وأما دم الاستحاضة فهو دم سيال أحمر رقيق يخرج من عرق من قعر الرحم يقال له العاذل، وخروجه على سبيل المرض، ولذلك إذا تكرر خروج هذا الدم فإن المرأة تذهب للطبيب تنظر عن صحة رحمها. فإذا خروج الاستحاضة على وجه المرض، وأما خروج دم الحيض والنفاس فإنه دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في أوقات معلومة، وترخيه الرحم بعد خروج الولد من الرحم. فدم الاستحاضة دم مرض، هذا بالنسبة لحقيقته. وأما بالنسبة لأحكام الاستحاضة، فاعلم أن المستحاضة لها أحكام الطاهرات في كل شيء، فالمستحاضة لا تأخذ شيئا من أحكام الحيض أبدا، بل لها أن تمكث في المسجد، ولها أن تقرأ القرآن، ولزوجها أن يجامعها إذا قويت نفسه على ذلك، ويجوز أن يطلقها زوجها، ولا تمنع من الطواف ولا من السعي ولا من غير ذلك. فإذا المستحاضة طاهرة، المستحاضة لها أحكام الطاهرات، إلا أنه يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتتلجم، أي تتحفظ جيدا، ثم تصلي في هذا الوقت ما شاءت من فروض ونوافل، يعني أننا نعاملها معاملة صاحب الحدث الدائم. ولعلك فهمت جوابي. إذن عندنا قاعدتان: القاعدة الأولى أن أحكام النفاس كأحكام الحيض تماما، القاعدة الثانية أن المستحاضة لها أحكام الطاهرات. وبهاتين القاعدتين تعرف الفرق، والله أعلم.